غادي نمشيو للثاني ديالي خدم دغيا. ومن كتسمعني قلت خدم دغيا دونك اوتوماتيكمون كنهضر على هاردوير, كنهضر على سي بي يو ميموري هارد ديسك. لان كيف ما قلنا هاد الزائر ديال الموقع حل واحد الويب بيج من واحد المتصفح, وداك المتصفح راهو في واحد الماشين اللي عندها دي ريسورس سي بي يو ميموري هارد ديسك. يعني هاد السيت ويب اللي كاين هنايا بالضبط غادي يخدم بهاد لي ريسورس. باش نسامبليفيو, هاد السيت ويب راه غادي يخدم سي بي يو ميموري. وما بغيناش هاد الفرونت اند ديفلوبر ينسى هاد النقطه بان هذاك الشيء اللي كيصايبو ماشي مهم غير يتشارج دغيا, راه خصو حتى يخدم دغيا. دونك هاد لابارتي بان الفرونت اند ديفلوبر يحط الفوكس حتى في الهاردوير في سي بي يو ميموري ويصايب شي حوايج اللي هما رابيدمون تيخدمو, حتى هي نقطه اللي هي مهمه. وفي التجربه ديالي شفت بزاف ديال الفرونت اند ديفلوبرز اللي كيحطوا غير هاد النقطه في الفوكس وكينساو هاد النقطه لانها مهمه بزاف. نمشيو للنقطه ديالنا كيف ما قلنا لا بارتي كونسوماسيون ديال سي بي يو الميموري اللي هي عندها علاقه بالبيرفورمانس, وعندها واحد الطاب بالنسبه لها خاصه في جوجل كروم اللي هي بيرفورمانس. كمثال غادي نجي هنايا وغادي نكليك على هذا البوطون وغادي يدير لي البروفايلين. هنايا ما غاديش نديطايو البروفايلين لان فيه واحد المجموعه ديال المتغيرات, فيه واحد المجموعه ديال الخاصيات اللي خاصهم يتعرفوا باش نعرفوا نديباغيو المشكل ديال السي بي يو والمشكل اللي كاين او نيفو ديالاش ديال لودين سكريبتين رندمين بانشين وكاع المتغيرات اللي كاينه او نيفو ديال هاد لابار بالضبط لانها خدمه بوحدها. مي هنا اللي بغينا نوصلو بان هذيك لابارتي بيرفورمانس اللي بغينا نديباغيوها جوجل كروم ولا المتصفح تيعطينا واحد لابار ديال كيفاش نديكوفريو هذاك المشكل. هذه النقطه رقم واحد. بالنسبه للنقطه رقم جوج, ولا بغيت نعرف لا الموقع اللي خدام عليه ولا شي موقع واحد اخر شحال كيكونسومي من لي ريسورس. دونك اوتوماتيكمون غنجي هنا غنبقى في بيرفورمانس وغنورك على اي شاب. تقدر تكون في اي بلاصه تورك غير على اي شاب, غطلع لك هاد لابار غتكليكي على هاد البوطون هنايا, ومن بعد غادي تمشي فين؟ غتمشي البيرفورمانس مونيتور. دونك عندنا هنايا هاد بيرفورمانس مونيتور غنكليكي عليها ندي زومي, وهنا كنشوفوا بانه كيعطيني واحد الجراف هنا فيه الموقع كيفاش كيخدم بالريسورس ديال الماشين ديالي. قبل ما نبداو نقراو هاد الارقام اللي كاينين هنايا غادي نشير لواحد النقطه اللي هي مهمه. هذيك لونفيرونمون اللي غدير فيها انت التيست باش تشوف هذيك البيرفورمانس ديالك كيفاش خدامه, ديما حاول تكون في انكوغنيتو مود ولا في واحد النافيغاسيون لي بريفي, ما تكون لا اكستنسيون لا حتى شي حاجه, لان في الانكوغنيتو مود ما كيكونوش الاكستنشن انيبلد. دونك اوتوماتيكمون باش تبغي دير تيست ديال البيرفورمانس ديالك ديما خاصو يكون في واحد لونفيرونمون اللي هي كلين وما فيها حتى شي متغير اللي يقدر ياثر على دوك الارقام اللي غادي تخرج لك من بعد, لان انت بغيتي تكون متاكد بان المشكل عندك انت ماشي شي ثيرد بارتي المنت هو اللي غادي ياثر لك على هذيك النتيجه. نشوفو كمثال هاد السي بي يو يوزج ولا الميكرو بروسيسور كيفاش غيخدم بهذا الموقع اللي عندنا هنايا. دونك غادي غير نجي نسيرفولي على سيرفيسز, كنشوفو بان الرقم كيتشونج كونتاكت سيرفيسز هوم. الى كليكيت كمثال وبديت كندير النافيغاسيون كنشوفو بان السي بي يو كيت انكريز شويه كيمشي ل 3.4%. دونك وانا كنكليكي وكنشوف السي بي يو كيفاش كيتكونسوم. دونك كنكليكي كيتكونسوم وكنسيرفولي كيتكونسوم. دونك لا كونسوماسيون ما حدها كطلع وكنشوف بان الماكس فيها واحد 3.5%. كنشوف بان الكونسوماسيون ديال السي بي يو ما طالعاش بزاف وهذا الموقع راه كيستعمل هذاك السي بي يو بواحد النسبه اللي هي قليله. نشوفوا مثال واحد اخر ديال واحد الموقع اللي كيستعمل سي بي يو بزاف. دونك غنحل ديف تولز, عندي هنا هاد بيرفورمانس مانيتور وغنبدا كنكتب. دونك غنبدا غير كنكتب في دي كاركتير وغنشوفوا بان السي بي يو كيطلع. ولاحظوا معايا ركزوا معايا هذا الرقم اللي كاين هنا راه كيطلع حتى 60%. دونك غادي انا كنكتب دابا وكيطلع بواحد النسبه اللي هي سريعه اللي كتعني بان هذا الموقع راه كيستعمل سي بي يو بزاف, لان هذا السي بي يو يوزج فيه كتطلع بواحد الطريقه اللي هي متسارعه. هذا الموقع بالضبط كيكونسومي السي بي يو بزاف. عندنا هنا واحد المجموعه ديال الماتريكس اللي هما جي اس هيب سايز ولا دوم نوز ولا جي اس ايفنت للسنر. صراحه ما غاديش ندخل في الديتا ديال هذا الشيء, ولا خدينا كمثال جي اس هيب سايز عندنا فيما كنكريو واحد الاب ديالنا ولا واحد الموقع بصفه عامه تيكونوا واحد الاوبجيكت اللي هما جافا سكريبت كيبقاو عايشين كيليكيو, من بعد من كيليكيو كيبقاو عايشين اونيفو ديال هذيك الاب ديالنا. دونك هنا راه كيتستوكاو دونك 53.9 ميجا بايت عايشه ديال الاوبجيكت
اللي هما كاينين او نيفو ديال هاد الاب ديالنا. هاد الدوم نوت شحال من نوت في ديك الدوكيمنت اوبجكت موديل اللي كاينه ومشارجي عندنا هنا 1380. وهاد الايفنت للسنه شحال من ايفنت كتصنط، دونك شحال من جي اس ايفنت كتصنط لهداك الشيء اللي كيطرا او نيفو ديال هاد الاب. هاد الشيء كامل كيحدد هذيك السرعه ديال هذيك الاب اللي خدامين فيها. دونك هذوك الفيتشرز اللي حنا كن امبليمونطيوهم راهم ديما كياثروا على البيرفورم، وخاص ديما يكون عندنا واحد المونيتورين باش نعرفوا من الاول واش كاين شي مشكل او نيفو ديال البيرفورمانس. ناخذوا كمثال واحد اخر، عندنا هنا لاي اوت وستايل ريكالكوليشنز اللي كتعني بانه راه هذاك ستيل كيتعاود ريكالكولا. كنشوفوا بان هنا واحد الفالور كتشونجا بان هذاك لو ستيل كيعاود ريكالكولا، وهاد لاي اوت كتعني بانه دوك لي زيليمون اللي حطيناهم ودرنا لهم واحد لين اوت، لان البروزر ولا هذاك رندرين انجن كيشد هذوك لي زيليمون اللي حطيتيهم وكيليهم اوت او نيفو ديال واحد لاباج، هذيك حتى هي كتريكالكولا. الا كانت عندك واحد لاي اوت كتشونجا بزاف راه كتعني بانه راه حساب هذاك كيداو، وهذاك الحساب كيستعمل الريسورسز ديال الماشين ديالك.